يعني انا برحب بصديقي والزميل العزيز الاستاذ فرج نقيب كفر الشيخ، واحب ان اؤكد للجمعيه العموميه لكفر الشيخ انه يتمتع بثقتي الكامله، وان العلاقه بيننا علاقه موده وتقدير واحترام متبادل، وانني اتعامل مع الجمعيه العموميه لكفر الشيخ من خلال الاستاذ نقيب كفر الشيخ. شكرا سعاده النقيب، وشكرا وتقدير مع النقيب، وشكرا لسياده النقيب على تاشيرته لينا النهارده لكفر الشيخ للساده الزملاء اعضاء المجلس المحترمين الاستاذ عبد الحفيظ الروبي والاستاذ عمر هريدي والاستاذ محمود الداخلي بسرعه انهاء ارض نادي كفر الشيخ وتقليص اجراءاتها. شكرا لمعالي النقيب، وشكرا لمجلسك الموقر على ثقتك الزائده فينا انا ومجلسي، وشكرا لك مع النقيب. شكرا شرفتني.